مباريات اليوم النصر والحد البحريني كان في مباراة انتهت بفوز فريق النصراوي ب3 أهداف. نتابع. في بداية مشواره في بطولة كأس الاتحاد العربي، خرج النصر من لقاء الحد البحريني كاسبا اللقاء مستوى ونتيجة. 3 أهداف هزت الشباك البحرينية وأعلنت الفوز للأصفر ووضعت الفريق على أعتاب الدور الثاني. الشوط الأول شهد ضغطا نصراويا ومحاولة لهز شبكة الضيوف ولكن دون فائدة. الفريق البحريني حاول تهديد المرمى الأصفر من خلال الكرات الثابتة التي لم يكتب لها النجاح. بداية الشوط الثاني يفاجئ الحد النصر بضغط غير متوقع ويحاول التسجيل، إلا أن هذا الضغط لم يثمر عن شيء. عند منتصف الشوط الثاني شعر النصراويون بالخطر، فالوقت يمر بسرعة دون حسم للأمور، إلى أن استطاع السهلاوي الحصول على ضربة جزاء نفذها أيوبي معلنا التقدم الأول للنصر. أيوبي أيوبي جول للنصر، أيوبي والهدف الأول للنصر، جول أخيرا يا نصر، أخيرا يا نصر. لم يفق الحد من صدمة التقدم النصراوي حتى فاجأ سعود حمود بهدف آخر من تسديدة قوية بعد تجهيز أكثر من رائع من أيوبي. يا نصر يحاول الحد العودة للقاء، ولانيزي يواصل تفوقه في المباريات الأخيرة وينقذ النصر من هدف محقق. يحاول النصر ضمان النتيجة ويتحقق له ما يريد من خلال عرضية من أيوفي تقابلها رأسية رائعة من السهلاوي، والنهاية معانقة الشبكة البحرينية. يا نصر الله يا نصر، سهلاوي براد والنصراوي دوم رافع راسه، سلاوي بالراس. بعد هذا الهدف شعر الحد بصعوبة الموقف وحاول تقليص النتيجة من خلال خطأ نفذه البرازيلي واغنر، لكن العنزي كان حاضرا بقوة وأنقذ المرمى الأصفر. قبل نهاية اللقاء ينطلق خالد الغامدي بكرة ويتوغل من العمق البحريني واصلا إلى منطقة 18 ويسدد، لكن الحارس البحريني كان في المكان المناسب. ينتهي اللقاء ب3 أهداف نصراوية نظيفة بعثت الإطمئنان في قلوب الجماهير النصراوية قبل موقعة الإياب. سلطان الشهري يقول لك كذا بشكل سريع، قول لصالح الداود عرض تويوتا مغري ولو فيه مناقص او مزايده ما راح يوصل للمبلغ اللي دفعه عبد اللطيف جميل. سلمني عليه. سلم عليك سلطان. نصر. هو شيء طبعا نبارك الفوز اليوم والنتيجه المهمه جدا 3-0. مباراه شوط اول اعتبرها طبعا في مباراه ذهاب والاياب. 8 دقائق كانت كافية أنه فريق النصر يحسم المباراة ويقطع شوط كبير جدا في التأهل، إلا أنه الدروس يجب أن تستفاد من هذه المباراة بالنسبة للاعبين النصر، خصوصا في التركيز في 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 مناطق في مناطق الدفاع فريق الحد البحريني. هذا واحد. الشيء الثاني بالنسبة إلى مسلسل أو نقدر نسميه الثغرات الموجودة في الدفاع النصراوي يجب أن يتداركها الفريق حتى يكون أقوى من هذا الشكل. طبعا في ظل وجود صراحة ثنائي اللي هم اللاعب حسني عبد الرب واللاعب إبراهيم غالب، أعتقد أن هم كانوا يعني ماسكين وسط الفريق، اللي خلى الفريق النصراوي يتأخر في تقريبا دقيقة 70 أو قبل الدقيقة 70 هو
عدم تركيز المهاجمين مع الكرات يعني ما اقول الكثيره اقول النادره، يعني تعود من اللاعب يكون عندهم ذكاء في تصرف مع بعض الكرات، ولكن شفت انا هناك استعجال بالنسبه للمهاجمين، اضافه الى البطء اللي كان يلعب فيه الفريق النصراوي في تناقل الكره من الشوط الاول ما كان مناسب جدا في مباراه امام فريق متكتل، فريق الحد محترم من النصر بشكل كبير الشوط الاول تحديدا لان له اهداف في الشوط الثاني. الاهم ان الفريق بعد ما سجل هدف عرف ان الفريق الحد كان يلعب بطريقه، ولكن بعد ما بدا يغامر فريق الحد قدر الفريق يسجل ثلاث اهداف هدفين صارت النتيجه ثلاث اهداف، اقول مبروك ولكن يجب الحذر من المباراه القادمه. عبد الله طبعا يعني لا نملك في مشاركه اي فريق سعودي يعني سواء على الجانب الرسمي او الودي الا نبارك له في حاله الفوز، ولكن كراي شخصي لي انا للامانه يعني عدا البطولات الاسيويه بطوله الدوري وبطوله كاس الاتحاد الاسيوي وعدا البطولات الداخليه بطوله الدوري وبطوله الكاس فان هذه كل البطولات يعني تعب غير مجدي للانديه، لا تصنفها لا تقدم ولا تاخر، هي بطولات وديه بطولات عرقيه لا 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 تقدمنا اي خطوه للامام. البطولات العربيه او حتى الخليجيه لا تجني منها الانديه السعوديه بطولات عرقيه يعني اللي هو مثلا لا يعترف فيها يعني زي العرق زي الاقليم زي هذا ما يعترف فيها. انا بطولات انا اتمنى ان الانديه السعوديه تركز على الاشياء التي تفرق معهم حتى في التصنيف الدولي، عندنا الدوري المحلي كاس الولي العهد كبطوله كاس، عندنا الدوري ابطال اسيا وكاس الاتحاد الاسيوي، هذه البطولات اللي ممكن تنفع انديتنا، اما بطولات الخليج بطولات العرب انا اتمنى انها تقام على شكل مهرجانات، تقام على شكل بطولات صداقه، تقام على اي مشاركات، ولكن انها تتوقف بطوله الدوري المحلي على حساب بطوله خليج او بطوله عرب فهذا غير مجدي، يعني شاهدوا الدور الثاني وش بيصير فيه من لخبطه عشان هالبطولات اللي لا تقدم ولا تاخر في مسيرتنا الكرويه، واتوقع انها مرحله يجب ان نتجاوزها او نوجد اليه اخرى للمشاركه فيها، يشاركون بالاولمبي باي شيء. اما اني اوقف دوري الاهم عندي واجل ما لا يقل عن 10 11 مباراه لاجل بطولات من هالنوعيه انا اتمنى ان نتجاوزها في اقرب فرصه. وين كنت اختلف مع اخوي عبد الله؟ اختلف زي ما تحب. هو التوقيت ممكن انا هو اللي ايدك فيه انه يكون هناك انا هي مجديه بالنسبه لي اذا كانت في وقت يصلح لي، اما اني اوقف دوري عشان اشارك في بطولات من هالنوع انا معك كبير. انا معك بالنسبه للتوقيت اذا كانت ما يعني المفروض انها تكون مواكبه مع دوري ابطال اسيا اوكي او كاس الاتحاد الاسيوي، ولكن عندما يشارك فريق انا اعتبر برضو اللاعبين هذه فرصتهم انهم يحتكون مع فرق ثانيه. طيب. الادوار الثانيه بتشوف تنافس قوي جدا بين الانديه خصوصا العربيه البطوله. طيب. ولكن المردود وش هو من يسلم عليه بعد من يسلم لا عليك. سلطان الشهري زعلان صراحه يقول انا الحين اتابع كلام الكابتن صالح اسلم عليها ما اقدر اناقش الحين انا اقول ايش قاعد يقول وانت كيف يقول احنا اتابع كابتن صالح الداود واتفاعل مع كلامه واتناقش وهو يقول كذا يستخف فيني يقول سلمني عليه وزعلان صراحه حق مشاهد يحبك يعني وانا احبه ويقول يعني انه انا اتفاعل معه بعدين يقول لي سلمني عليه يعني سخف فيني انا قلت سلمني عليه هذا استخفاف انا مع ناس يعني ما ودي اكمل في النقاش لانه كملت ممكن بيطول الموضوع يا عادي مشاهد يتابعك ويسلم يجيني في جريده الوطن في البرنامج على البرنامج في البرنامج احنا نتكلم يبغى رايك في البرنامج هو حابك رجال يتفاعل معك ايش تقول له يعني انا اقول له المناقصه ليش حدد المناقصه انها ما يعني جزء بدون من بدون بدون, يعني. بدون عقد جميل ما حد واصل المبلغ ليش؟ ما ادري الاسباب مشتري انا قلت لك سلمني عليه لانه ما يعني مو قصدك تستخف فيه لا يا شيخ ما بس ما ابغى اطول في الموضوع يعني لانه ما في نقاش واخذ وعطى وانت عارف تركي لا بالعكس يعني انا وقت البرنامج مفتوح للمشاهدين طيب ليش على ايام من صباح الله يقول لي ترى شوف صاحب مختصر حالك تعطينا مختصرات بسرعه بسرعه اي طبعا على ايام انت عندنا ما تصير كلمتين انت عارف على ايام